أهلا بكم من جديد. بدأت صحف عديدة منها نيويورك تايمز ولوموندا الفرنسية بنشر وثائق جديدة أفرج عنها موقع ويكيليكس، ووصفها مؤسس الموقع بأنها تشمل كل المواضيع الكبرى في جميع دول العالم. وقد أحدث الكشف عن قرب نشر هذه الوثائق السرية موجة قلق في العديد من العواصم الغربية وفي مقدمتها واشنطن، التي بادرت إلى الاتصال بشركائها في مسعى للتخفيف من وقع الصدمة والإبلاغهم بمضمون البرقيات الدبلوماسية التي يحتمل أن يكون حصل عليها موقع ويكيليكس. من جهة أخرى، كررت الإدارة الأمريكية التحذيرات من أن نشر هذه الوثائق سيترتب عليه عواقب خطيرة، وسيعرض للخطر العديد من الأبرياء من صحفيين وناشطين حقوقيين وأصحاب مدونات إلكترونية، بالإضافة بطبيعة الحال إلى الجنود. في هذه الأثناء كشف الليلة مؤسس موقع ويكيليكس عن تعرض الموقع لعملية قرصنة معلوماتية، مشددا على أن هذا الأمر لن يمنعه من نشر الوثائق في العديد من وسائل الإعلام. فهل تحول موقع ويكيليكس إلى مصدر الخطر الرئيسي للحكومات الغربية من خلال كشف ما تجاهد أجهزتها السرية لإخفائه؟ وما فائدة كشف هذه الوثائق؟ أثار قرار المشرفين على موقع ويكيليكس نشر نحو 3 ملايين وثيقة جديدة تتعلق بالمراسلات السرية بين وزارة الخارجية الأمريكية ودبلوماسيها في بعض دول العالم، مخاوف الإدارة الأمريكية التي وصفت هذا العمل بالخطير للغاية وأنه ستكون له عواقب خطيرة. واشنطن سارعت إلى احتواء التبعات المحتملة لنشر هذه الوثائق، وأجرت اتصالات احترازية مع بعض العواصم للحد من الآثار والنتائج السلبية التي تترتب على مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع هذه العواصم. وقد تساهم هذه الوثائق في إحراج موقف واشنطن مع عدد من حلفائها الأساسيين مثل بريطانيا وفرنسا وتركيا وأستراليا وإسرائيل، لما قد يكشفه من تلميحات تتضمنها هذه الوثائق تمس ببعض الشخصيات السياسية والقيادية في هذه البلدان. وتتخوف واشنطن من إمكانية أن تكشف الوثائق بعض المراسلات السرية بين دبلوماسيها والحكومة الإسرائيلية حول الكثير من المسائل الإقليمية، إضافة إلى اتهامات تحمل تركيا مسؤولية دعم عناصر من القاعدة في مقابل دعم واشنطن لجماعات كردية معارضة لتركيا. وثائق قد يعيد نشرها خلط الأوراق أمام واشنطن في علاقاتها مع الكثير من الحلفاء، ويضع عددا من الحكومات أمام معضلة إثبات مصداقية قرار تحالفها مع واشنطن. وكانت الخارجية الأمريكية قد اعتبرت أن موقع ويكيليكس ينتهك القانون الأمريكي بنشره لهذه الوثائق الذي يتم من دون الأخذ بالعواقب الوخيمة المترتبة عنه، ورفضت أي تفاوض حول نشرها غير القانوني. حسن فحص، العربية. وللحديث في هذا الموضوع معنا من لندن لانس برايس، الكاتب الصحفي والموظف السابق في المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابق توني بلير، ومعنا من جدة عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع ضيفي من لندن سيد برايس. كيف يمكن أن نقيم خطورة نشر مثل هذه الوثائق، معروف أنها سرية، مراسلات خاصة، اجتماعات، أخبار من سفراء الولايات المتحدة الأمريكية الموجودون في دول من حليفة أو غير حليفة مع الولايات المتحدة؟ أعتقد أن هذه الوثائق تعد أكثر مدعاة للإحراج أكثر منها مدعاة للخطر، لأن مثل هذه الوثائق ربما تلقي الضوء على معلومات، وحتى الآن ليس من المحتمل أن تكون هذه الوثائق سببا للخطر، إنما هي مصدر للحرج. وأعتقد أن الصحف التي نقلت هذه المعلومات كانت حريصة عندما نشرت مثل هذه المعلومات. مصدر للحرج فقط أم أنها ربما ستؤثر على علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع ما يمكن كشفه ربما من أسرار متعلقة بالدول الصديقة والحليفة مع أمريكا؟
حسنا، أعتقد أن بعض هذه المعلومات وخاصة فيما يتعلق بالقادة الدوليين ربما سيشعروا بالحرج عندما تنشر مثل هذه المعلومات بشأن الدول والأفراد مثل إيطاليا وكذلك الإيرانيين والأفغان. كل هؤلاء القادة أيضا سيجدون معلومات غير سارة بالنسبة لهم في هذه الوثائق، ولكن أعتقد أن معظم الدول التي ورد ذكرها في هذه الوثائق حسب علمي لن تكون محط تعاطف من عدد من الأطراف وبما في ذلك في الولايات المتحدة، لأنه هذه المعلومات ستكون سببا في سؤال الأمريكيين لماذا لم تكونوا قادرين على حماية حلفائكم والأطراف التي تتعاملون معها. واضح. سيد عبد العزيز بن صقر ضيفي من جدة.